عنوان البحث علم الأصول وطرق استنباط الحكم الشرعي وتحديد الموقف العملي، والآن مع الأستاذ كرار القريطي ليوضح لنا مفهوم علم الأصول وعلاقته بعملية الاستنباط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. على بركة الله نبدأ درس الأصول، الحلقة الأولى للسيد الشهيد محمد باقر الصدر قدست نفسه الزكية. عنوان البحث علم الأصول وطرق استنباط الحكم الشرعي وتحديد الموقف العملي، والآن مع الأستاذ كرار القريطي ليوضح لنا مفهوم علم الأصول وعلاقته بعملية الاستنباط. نعم، إن علم الأصول هو من أهم العلوم التي تدرس في الحوزات العلمية والجامعات الإسلامية، ويعرف بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، وأن هذه العناصر والقواعد التي تشترك في أحكام وقواعد مختلفة من مسائل الفقه كالصلاة والصوم والحج والزكاة وغيرها، وأن هذه الأمثلة على العناصر المشتركة، ومن هذه الأمثلة على العناصر المشتركة التي يدرسها علم الأصول هي حجية الظهور العرفي، وحجية خبر الثقة، وحجية القطع، وصيغة فعل الأمر، وإصالة الاحتياط وغيرها، وأن هذه العناصر هي التي تدخل في عملية الاستنباط الحكم الشرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ ما هو تعريف الحكم الشرعي؟ وهو التشريع الصادر، وهو التشريع الصادر من الله سبحانه وتعالى لتنظيم حياة الإنسان في مختلف مجالاتها. والآن بعد أن عرفنا أن علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، نسأل لماذا يجب علينا معرفة الأحكام الشرعية؟ وهل يستطيع أي مكلف معرفتها؟ يتفضل السيد علي الموسوي. بعد أن آمن الإنسان بالله سبحانه وتعالى وبالشريعة، وجب عليه معرفة أحكامه وامتثالها التي من أجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى، إذ قال جل من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن أحبتي، لأسباب عديدة هذه الأحكام أصبحت غير واضحة للجميع، أي لا يستطيع أي شخص معرفتها، فهي غامضة وغير واضحة. من الأسباب التي أدت إلى عدم وضوح الأحكام الشرعية لدى الجميع بعدنا الزمني عن عصر التشريع، أي عصر المعصومين عليهم السلام، وكذلك الكذب والدس والتزوير والتحريف في أحاديث أهل البيت عليهم السلام، إضافة إلى التقية التي عاشها أئمتنا عليهم السلام. لذا أصبح لزاما تصدي البعض لمهمة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. والفقيه أحبتي هو من يقوم بهذه المهمة، إذ لا يعقل أن يتصدى الجميع لمهمة البحث والدراسة وإلا لتعطلت الحياة. فمثلما نحن بحاجة إلى مختصين في مجال الطب مثلا كي يكتشفوا ويعالجوا الأمراض، نحن كذلك بحاجة إلى مختصين في مجال استنباط الحكم الشرعي كي يبينوا لنا الحلال من الحرام، وهنا ظهرت الحاجة إلى الاجتهاد والمجتهدين. ويثار تساؤل، وهو إذا كان عمل الفقيه هو استنباط الأحكام الشرعية، لماذا شنت حملة اعتراض في السابق على مصطلح الاجتهاد؟ يتفضل الأستاذ حسن الحشيمي ليجيب عن هذا التساؤل. نعم، شنت حملة على عملية الاستنباط بسبب دخول مصطلح الاجتهاد للتعبير عن هذه العملية، ولسوء الحظ فإن معنى الاجتهاد لا يخلو من غموض وتشويش، بحيث أصبح مثارا للاختلاف
وهذا الاختلاف والغموض جاء بسبب فهم غير دقيق وغير صحيح لمعنى الاجتهاد. فالاجتهاد في اللغة يأتي من الجهد، أي بذل ما بالوسع لإتمام العمل، هذا على الصعيد اللغوي. أما على الصعيد الفقهي فإن الاجتهاد استخدم لأول مرة للتعبير عن قاعدة قررها وأسسها إحدى مدارس الفقه. هذه القاعدة تقول إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نص في الكتاب والسنة يدل على هذا الحكم، يلجأ الفقيه إلى اجتهاده الشخصي وتفكيره الخاص بدلا عن النص، أن يعطي رأيه بدل النص، وسموا هؤلاء الفقهاء بأصحاب الرأي. هذا المعنى في الاجتهاد واجه رفضاً قاطعاً من أئمة أهل البيت عليهم السلام والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدارسهم، إلى درجة جعل بعض فقهاء الشيعة يؤلفون كتب في الرد على أصحاب الرأي والاجتهاد. أي اجتهاد؟ الاجتهاد بمعنى إبداء الرأي بدل النص. واستمرت هذه الحملة حتى عقاب الغيبة الصغرى، وبعد وفي بدء الغيبة الكبرى نجد الشيخ الصدوق يستمر في نبذ هذا المعنى في الاجتهاد ويتبعه الشيخ المفيد. ولكن حصل هناك تغير في فهم معنى الاجتهاد في زمن المحقق الحلي، والآن مع الأستاذ كرار القريطي ليبين لنا ما هو هذا التغير. نعم، في أوائل القرن السابع كتب المحقق الحلي في كتاب المعراج تحت عنوان حقيقة الاجتهاد قائلا، وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، وبهذا الاعتبار يصبح استخراج الأحكام من أدلة الشرع ماذا؟ اجتهادا. وبهذا أصبح مصطلح الاجتهاد يعبر عن عملية استنباط الحكم الشرعي من مصادره. ولكن ما هي الطرق التي يسلكها الفقيه في عملية الاستنباط؟ وما هي الأدلة التي يستخدمها في كل عملية؟ يبينها لنا السيد علي الموسوي. نعم، تتم عملية الاستنباط، استنباط الحكم الشرعي بأسلوبين. الأول تحديد الحكم الشرعي بإحرازه، أي تحصيله من خلال الأدلة المحرزة التي تحرز وتحقق وتتوصل إلى الحكم الشرعي، فتسمى الأدلة المستخدمة في هذا الأسلوب بالأدلة المحرزة، مثل الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة. والثاني تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشك، وتسمى الأدلة في هذا الأسلوب بالأدلة العملية أو الأصول العملية. والآن مع الأستاذ حسن الحكيمي كي يعطي مثالا على هذه العملية، فليتفضل. إذا واجه الفقيه مسألة شرعية كمسألة حكم الإقامة في الصلاة، هل هي واجبة أم مستحبة؟ هنا الفقيه يلتجئ إلى أحد أساليب استنباط الحكم الشرعي وتحديد الموقف العملي، فيذهب ويبحث في الكتاب والسنة عن نص شرعي يدل على حكم الإقامة، أي يبحث عن دليل محرز يحرز به الحكم الشرعي. فإن لم يجد دليلا، لم يجد نصا شرعي في الكتاب والسنة، يذهب الفقيه إلى تحديد الوظيفة العملية للمكلف اتجاه حكم الإقامة باستخدام أحد قواعد الأصول العملية كأصالة البراءة وأصالة الاحتياط. وبكلا الأسلوبين فإن الفقيه يصل إلى تحديد الموقف العملي للمكلف اتجاه الشريعة تحديدا استدلاليا، وهذا هو المطلوب بحكم العقل وبحكم تبعية المكلف للشريعة. هذا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.